نتجه مجددا إلى باس الخلف من غزة لاستطلاع نتائج الغارات المتواصلة على القطاع الذي تم خلال الساعة الماضية غارتين على قطاع غزة. باسل، نعم أسمعك. نعم باسل، التفاصيل لديك وما نتائج هذه الغارات؟ صبا، هناك غارة كنا تحدثنا أنها كانت باتجاه أحد المواقع الحكومية، مركز شرطة، لكن تبين لنا أنه ليس الأمر كذلك وليس بهذه الدقة، إنما هو في يعني منشأة مجاورة لمقر مركز شرطة الزيتون في الشرق من مدينة غزة. إذن الاستهداف لم يكن لموقعا حكوميا، إنما لمنشأة قريبة منه في منطقة شرق مدينة غزة. هذه هي المعلومات المتوفرة حتى اللحظة حول آخر الغارات، وعقبها إطلاق رشقة من صواريخ المقاومة الفلسطينية. واضح الآن صبا أنه حالة الهدوء التي استمرت لساعتين ثم تبعها غارة إسرائيلية ورشقة صواريخ من المقاومة الفلسطينية، أنه قد تكون المعادلة خلال الساعات القادمة على هذا النحو، بمعنى إن قصفتم كإسرائيليين، هذا ما تقوله المقاومة ضمنا، إن قصفتم سنعيد القصف، لأنه خلال الساعتين لم تطلق المقاومة الفلسطينية أي من رشقاتها الصاروخية، أي من الصواريخ من أي من المناطق، كما لم تنفذ أي من الأعمال العسكرية على الحدود ولا حتى باتجاه يعني عمليات نوعية أخرى مختلفة كما تحدثوا بالأمس فيما يتعلق بمثلا استخدام مسيرات.